السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حنخش في تخزين الصور. بيقول لي تخزين الصور في الجهاز بيتم بطريقتين. الأولى اسمها راستر جرافيك، اللي هي بطريقة أخرى، وفيكتور جرافيك. تمام. الراستر جرافيك اللي هي البيت ماب، بنسميها بيت ماب جرافيك، اللي هي الصور اللي بيتم أخذها بالكاميرات، الأشياء الفوتوغرافية، هي الراستر جرافيك. في عندي ميثود ثاني اللي هي فيكتور جرافيكس. طيب، بيقول لي تخزين الصورة بتكون، خلينا ناخذها انه analog image، زي الصورة الفوتوغرافية لما تشوف عينك، هي ممكن تكون في عدد لا محدود من الألوان، زي الصوت. هو يحاول يشبه لي هي زي الصوت، ان هي فيها عدد لا محدود من الانفورميشن لما بنشوف صورة قدامنا. بيقول لي بس هنا الفرق، انه انا عندي الفرق بالانتنسيتي، اللي هو ايش الانتنسيتي؟ اللي هي الكالر، يعني عدد الالوان الموجودة في الصورة. فيقول بيختلف هنا بيختلف المسافة او المساحة بالنسبة للوقت. يعني هناك بنتعامل كنا بير سكند، هنا بيختلف على حسب المسافة. كل ما كبرت المسافة اكيد حتزيد الالوان، كل ما طولت المسافة حتزيد الالوان. فهو هنا هذا اللي بيوصل لي، هو انه هناك كنا بير سكند، هنا حنتكلم بالمسافة، بير سبيس. والمسافة نيجي نسوي لها مسمى اللي هو بيكسل. تمام. عملية، بيقول لي بعد كده عملية السامبلينج اللي كنا نسميها في الصوت سامبلينج، هنا حنسميها سكانينج. تمام، لأنه خلاص احنا تعلمنا الطريقة. فهو دحين بدأ يحاول يجيب لنا أمثلة من أشياء احنا قدنا تعلمناها، بعد كده نربط. أوكي، في لو جاب لي سامبلينج هختار مثلا أوديو، لو جاب لي سكانينج هختار إيميجز، وهكذا. لو جاب لي بيكسل هختار إيميجز. هناك كان مثلا بنتعامل بالدبث، او بنتعامل في دبث في الصور، بس بنتعامل هنا كنا ايش بنتعامل بال يختفي البيتريت. تمام، حق الصوت. بعد كده بيقول لي في حاجة اسمها ريزولوشن. الريزولوشن بيقول لي هي السامبلينج بالصورة. we need to decide how many pixels we should record for each square. هو نفس عملية اللي شفناها الكوانتايزيشن، كم سامبل حناخد. أنا بيقول لي كم سكان نحتاج عشان تكون واضحة الصورة، فهذا بيكون اسمه الريزولوشن. بعد كذا بيقول لي عندي بعد كذا بيقول لي في عندي نوع من الريزولوشن احنا ممكن نوصل له، ولكن العين المجردة حقت الإنسان ما راح تقدر تفرق. يعني أنا لو جبت صورة بريزولوشن مثلا اعلى من العين اللي تحتاجه، وريزولوشن على اعلى حاجة تقدر العين تشوفه، ما راح يقدر الانسان يفرق. تمام، فهذا اللي هو بيقول لي انه بعد كده بنقدر نوصل مرحلة ما بيقدر الانسان يفرق، فاحنا ما نحتاجها. لذلك عشان نوفر مساحة بالتخزين وهذا، بنحاول ما نوصل لها، شيء ما يحتاجه الانسان. بعد كده بيقول لي الكالر ديبث. في عندي هنا كالر ديبث. الكالر ديبث هو عدد البيتس المستخدمة لتكوين أو تمثيل البيكسل. إيش اسمه كالر ديبث؟ عدد البيكسل، عدد البيتس المستخدمة لتمثيل واحد بيكسل. تمام. بعد كده بيقول لي الألوان هي RGB عفوا، ريد جرين بلو. كل الألوان اللي بنشوفها عبارة عن ريد وجرين وبلو. بعد كده بيقول لي عندي تمام نفس اللي قلته. بعد كده عندي intensity of light، بيختلف الإضاءة، ما نختلف الموضوعات. بعد كده بيقول لي في عندي true color. الترو كولر هي بتكون مثلا الصفر بيتم تمثيله بصفر صفر صفر، ما في لون، هذا اللي عفوا البلاك. بعد كده الريد بيكون على جهة الريد 255 صفر صفر، هذا بيكون أحمر صافي. بعد كده هنا أخضر صافي، بعد كده أزرق صافي. اليلو بيكون مزيج من الأخضر
والأحمر. السيان مزيج بين الأزرق والأخضر. الميجنتا هي خليط بين الأحمر والأزرق. الوايت هو خليط بينهم الثلاثة. هذه الجدول يعني يفضل نعرفه. ممكن يجينا السيان هو عبارة عن إيش؟ هنقول عبارة عن جرين 255، بلو 255، والريد صفر، تمام؟ فناخذ بالنا من الجدول هذا. بعد كذا عندي الاندكست كلر. ذا اندكست كلر اور بليت كلر بيجيب لي التمثيل بين الترو كلر، تمام؟ بيقول انا عندي الترو كلر بيتم تخزينها الاندكس من 0 الى 16,777,216، تمام؟ فبيقول هذا السكيم اونلي اوف بورشن اوف ذيس كلر، يعني هذا التخزين او الريليشن شيب حق الاندكسد كلر لايش؟ للاعداء للترو كلر. هنشوف لانه هنا شفنا ايش، هنا كمان كنا بنشوف ايش ترو كلر. طيب بعد كذا حيجيب لنا مثال للاندكسد كلر والترو كلر، تمام؟ بيقول لي انا الاندكسد كلر اللي بسويها 24 مليون لون، بيقول لي ترو كلر 72 مليون لون. فعندي الاندكسد كلر 3 مليون في 8، الترو كلر 3 مليون في 24. وهنا بيجيب لي مثال انه انا عندي هاي كواليتي ديجيتال كاميرا بتاخد 3 مليون بيكسلز ل 3 في 5 انش صورة. فبيقول لي هذه الارقام بتوريني التخزين حقها لايتش سكيم بترو كلر وبالاندكسد كلر، تمام؟ فهذا الرقم على حسب كم بتاخد الكاميرا. بعد كده بيقول لي عندي ستاندرد للايمجز انكودينج. بيقول لي في عندي ستاندرد اسمه جي بي اي جي، وفي عندي مثلا بي ان جي، وفي عندي جي اي اف. بيقول لي هذه مثلا بتستخدم الترو كلر سكيم، بس بيتم ضغطها لتقليل المساحة البتس، عشان كده جي بي اي جي دائما صور بتكون حجمها صغير، تمام؟ بعد كده عندي الجيف، بيقول لي هي الجرافيكال انترتشينج فورمات، اللي هي زي صور متحركة زي اللي دحين جديد ضافها في الواتساب. بعد كذا بنيجي للنوع الثاني اللي هو الفيكتور جرافيك. هذا شوية معقد في تخزينه، بالإضافة إنه قليل استخدامه عشان مختص شوية، تمام؟ الفيكتور جرافيك هو has two advantages disadvantages اللي هي سيئات. حجمه دائما كبير جدا، إعادة أو اللعب بحجمه تكبيره أو تصغيره بيشوه الصورة وبيخليها متعرجة، تمام؟ فبيصير شكلها متعرج. بيقول لي الفيكتور جرافيك هي صورة معمولة encoding method، هي ما بيتم تخزينها كبيت باترن لكل بيكسل، هي decomposed بالcombination of geometrical shape، هي الأشكال الرياضية زي الأشكال الرياضية زي الخط والسكوير والسيركل. فبيقول لي أنا عندي مثال consider بخزن circle of radius، بخزن دائرة قطرها. بيقول لي the main piece of information a program need to draw this circle، الأشياء اللي هيحتاجها the radius r of the equation of a circle، المعادلة اللي هتطلع لي ال r. بعد كده بيقول لي اللوكيشن اوف ذا سنتر بوينت اوف ذا سيركل، السنتر حق السيركل نفسها. بعد كده بيقول لي الستروك لاين والالوان. بعد كده بيقول لي هخزن الستايل حقها والالوان حقتها، تمام؟ هذه كل المعلومات بيجمعها ومعادلات رياضيه، وبعد كده ايش هتسوي؟ هيطلع لي الفيكتور جرافيك. عشان كده في برنامج عندي مثلا زي اوبن جي ال بنكتب معادلات رياضيه وبيرسم لنا رسمات احترافية في بعض الألعاب بيتم رسمها من خلال المعادلات الرياضية عن طريق الفيكتور، فهو يعتبر شوية أدفانس، تمام؟ هذا جينا بالنسبة لموضوع تخزين الصور. هنعرف إنه في عندي فيكتور وفي عندي النوع الأول اللي هو كان بيسميه فيكتور جرافيك وراستر جرافيك، تمام؟ هنا بيسميه لي راستر جرافيك. بعد كده هنا قال لي راستر جرافيكس، فما أتوقع هي أصلاً فيكتور جرافيك.
انا عندي نوعين، فيكتور جرافيك، وعندي النوع الاول اللي هو سماه اللي هو راستر جرافيك. فقال لي عندي نوعين، راستر جرافيك وفيكتور جرافيك. بعد كده قال لي الراستر اللي هو زي البيت ماب جرافيك اللي هي حق الصور الفوتوغرافية الى اخره، وهذه حقت اللي بتخزن كمعادلات رياضية وكرسومات ومع الفايل. ممكن هذه الاربعة نشوف يعني نركز عليها كيف بيتم التخزين فيها. بعد كده عندي ستورينج فيديو، بيقول لي انا بما اني اعرف اخزن صور فانا هعرف اخزن فيديو، وانا همثل الفيديو بكلمة اسمها فريم. فعندي عشان كده الفيديوهات فريم بير سكند، بنتعامل كم فريم بيلتقط الفيديو بير سكند، اللي هو كم صورة هياخد بالثانية. لما بياخد الصورة مثلا 120 فريم بير سكند بيلصقها في بعض وبشكل متتالي بيعرض لنا الصور، بنشوفه كأنه فيديو وما بنحس ان هي صور متتابعة. بهذه الطريقة بيتم تخزين الفيديو. فبيقول لي انا الفيديو عندي a set of bit pattern stored and combination of images that represent the video. هي اصلا عبارة عن صور كثيرة متتالية بعرضها وراء بعض بطريقة سريعة، فبيشوفها المستخدم كأنها فيديو، ولكن هي تخزينيا بتخزن كصور. بيقول لي بعد كده اذا تبغى تشوف الضغط حقه شوف شابتر 15. تمام، بكده خلصنا شابتر 3، باقي هل أسئلته. بالتوفيق إن شاء الله، في أي سؤال تقدر تسألوني.